خلاص البيجمنتد بيربيك درماتوزيس وتفضل التلانجكتيزيا، وهنتكلم شويه عن الدرجه دي كل ده النهارده دلوقتي. لا لا لا، ده البيجمنتد بيربيك درماتوزيس ده في دي بيجمنتد بيربيك درماتوزيس ناخدهم واحده واحده. بيجمنتد يعني فيها ايه؟ بيجمنتيشن صح. بيربيك يعني فيها بربر. درماتوزيس يعني confined لمين؟ to skin without any systemic manifestation pigmented. اولا احنا خدنا البربرة صح، وقلنا ان البربرة دي يا اما سببها حاجة جوه البلد يا اما حاجة في البلد vessel wall صح. حاجة جوه البلد يا اما عيب في الكواجوليشن فاكتور يا اما عيب في البليتليت، والعيب في البليتلت يا اما ثرومبو سايتوبينيك بيربورا يا اما ثرومبو اثينيك بيربورا صح. ثرومبو سايتوبينيك بيربورا يعني البليتلت عددها قليل، وثرومبو اثينيك يبقى الفانكشن بتاعتها قليله، والكواجوليشن فاكتور ديفكت والكلام ده بتاعت الانترنال ميديسين كويس. والبيربورا نتيجه ان البلاد ديفكت دي بتبقى نون بالبابل بيربورا، انما البيربورا بتاعت البلاد فيسل وول دي بتبقى البالبابل بيربورا. حلو كده؟ البربرة علشان اقول ان دي بالبابور بربرة او هي الباسكولايتس لازم يكون فيها كريتيريا كده بتحصل صح. ستيكنينج في الوول، فايبرين ديبوزيشن، ثرومبس في اليومن، اكسترا بوزيشن في الار بي سيز، كيريولايسيس وكيريوريكسيس، ونيوكليار داست اللي هو بيسموها نيوكليار فرجمنتيشن او الكيريوريكسيس صح. اللي من زمان اللي انا بقوله ده كله تيرم اسمه ليوكوسايتوبلاستيك باسكولايتس، انا براجع صح. حلو، وقسمنا الفاسكولايتس اكوردنج تو السايز بتاعت البلاد فيسلز الى ميديوم سايز وسمول سايز واللارج، قلنا اللارج مش بتاعتنا والسمول دي فوق، والميديوم سايز بتوين الريتيكولار او الديب ديرمس والسبكيوب. فاكر الكلام ده؟ يا فاتك كتير. طيب اديك خلصت الفاسكولايتس معايا. الكابيلري بقى، الكابيلري لو حصل فيها فاسكولايتس اسمها ايه؟ كابيلاريتس صح؟ الاسم التاني بتاع دي اسمها كابيلاريتس. يعني لما نشوف حالة بنسميها كابيلاريتس هي البيجمنتد بيربيريك درماتوزيس. يبقى البيجمنتد بيربيريك درماتوزيس ما هي الا كابيلاريتس اوف انون اوريجين. كابيلاريتس اوف انون اوريجين، انا ما اعرفش السبب بتاعها ايه. طب لما شويه كابيلاريز بقى يعني حاجات صغيره قوي يحصل فيها فاسكولايتس ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام، بس هل الانفلاميشن هتبقى كبيره؟ هتبقى صغيره صح. هيحصل اكسترا بوزيشن في الار بي سيز بس هتبقى صغيره صح. هيحصل سيكنينج في الول بس هتبقى صغيره. فصعب ان انا اقول ان انا الاقي بالبابول بيربورا، انا هلاقي بيتيكي واكموزس بس نوت بلانشنج اون بريشر. حلو، ولما بيحصل ان الار بي سيز تطلع ايه اللي هيترسب؟ الهيموسيدرين. والهيموسيدرين لما يترسب يعمل لي بيجمنتيشن. الهيموسيدرين لما يترسب لونه بيبقى ايه؟ قال لك والله بيبقى لونه من بيبدا من اليلوش لحد الدارك بيجمنت. يعني ممكن يبقى يلو شويه، ممكن يبقى براونش، ممكن يبقى هايبر بيجمنتد دارك صح. يبقى انا هقول لكم انتوا هتشرحوها لي، لو شرحت لكم البيزك دي انتوا هتشرحوا لي البيجمنتد بيجمنتد بربل ديرماتوزيس. يبقى هي عباره عن بيجمنتيشن نتيجه الهيموسيدرين ديبوزيشن صح، نتيجه الكابيلاريتس اللي حصلت. بيجمنتد بيربريك يعني فيها بيربرا، يعني ممكن الاقي فيها بيربرا نوت بيربرا الهالبيتيك والايكيموزس، يعني نوت بلانشنج اون بريشر، لان البيربرا دي المانيفيستيشن بتاعتها بتبدا من بيتيكي وبيربرا وايكيموزس على حسب الفرشه اللي حصلت. البيتيكي هي البيربرا؟ ما دي بيربرا، ده كله بيربرا. يعني دي اكبر من البيربرا اكبر من البيتيكي اصغر والبيربرا اكبرهم والايكيموزس اكبر واكبر. ماشي؟ حلو. ممكن الاقي معايا بلبب والبربرة وارد الباسكولايتس صح؟ امال انا ما خدتهاش ليه مع الباسكولايتس؟ عشان هي صغيره قوي صح؟ دي كابيلاريتس حاجه انا بتكلم على الميديوم سايز بلاد فيسلز حاجه كبيره كده تمام؟ طيب يبقى هي مشروح في الباسكولايتس. يبقى انا عندي حاجه اسمها البيجمنتد بربريك درماتوزيس. درماتوزيس دي يعني كونفايند تو الجلد. طب انا هستفاد منها كلينيكالي لما اشوفها؟ ولا حاجه صح.
بص يا ماما ولا تخافي منها، اصل دي حاجه في الجلد وملهاش سيستمك مانيفستيشن وملهاش حاجه تانية، وسيبيها كده وهتسيبها لوحدها. صح؟ حلو، يبقى مش هخاف منها. بلس كمان وانا بعمل انفستيجيشن انا اخر بايوبسي بس، مش هقول لك بقى اعملي لي كذا واعملي لي كذا واعملي كذا، ده اخري اخري ان انا اعمل سي بي سي وبليتليت وكواجوليشن فاكتور والحاجات دي علشان افرقها بينها وبين الثرومبوسايت وبين البربرا والثرومبواثينك بربرا اللي هي بتاعت البربرا دي تو بلاد ديفكت. حلو كده؟ طيب يبقى الجروب دي كلهم هلاقي فيهم بتيهي واتنموزس وبربرا وشويه بيجمنتيشن، ممكن تبقى يلو شويه، ممكن تبقى براون شويه، ممكن تبقى دارك شويه، كلهم كده. معظمهم هتلاقيهم في اللور ليمب صح؟ لانهم في السايت بتاعت بتاعت الديبندنت اريا اللي فيها البريشر عالي. كلهم درماتوزيس ما لهمش اي سيستميك مانيفستيشن. الهيستوباثولوجي بتاعهم كابيلاريز. معاهم هيموسيدر اند بوزيشن بس. في شويه حاجات كده هتبقى تكات صغيره في كل واحده. حلو، البروجنوزس بتاعه بيبقى اخباره ايه؟ ولا حاجه خالص، ممكن يزيد شويه، ممكن يبقى ستيشن، ممكن يخف لوحده. صح؟ التريتمنت بتاعي كله هيوجه ناحيه ايه؟ ان انا عايز احسن الفاسكولاريتي. صح؟ يبقى اعمل ليج اليفيشن، اعمل الاستيك ستوكنج، يلبس شراب ضاغط علشان احسن البريشر شويه. تمام؟ اديله حاجات تحسن البلاد فاسكولاريتي زي مثلا الترنتال، ممكن لو كان معاه اتشنج خفيف اديله توبيكال سترويد، اديله انتي هيستامينك سيديتنج. انواعهم هم خمسه والباقي كله مش مهم. خلاص نبدا بقى بواحد تشامبرج، واكيد انتوا سمعتوا عن تشامبرج ده قبل كده. صح؟ تشامبرج ديزيز اللي بيسموه بروجريسيف بيجمنتري درماتوزيز، او بيسموها بربرا بيجمنتوزا بروجريسيفا. بروجريسيف اول واحد حاجه اسمها تشامبرج او اللي بيسموها البروجريسيف بيجمنتد بربريك درماتوزيس. ليه سموها بروجريسيف؟ ده اول واحد اسمه ايه؟ تشامبر. شفتوه قبل كده ولا لا؟ مين شاف تشامبر؟ مش ممكن. ها؟ تشامبر شفتوه؟ اه هوريك صورته. بس تشامبر ده احنا شفناه 600 مليون مره يا شيخ، ده تشامبر دي حاجه. المهم انتوا بتشخصوه على ناس ديزيز درماتايتس يعني. تشامبر ديزيز ده عباره عن ايه؟ تجي لك ست صغيره في الست. ايوه تشين بتاع التيبيا. هو بيبدا الاول، ايوه ماشي، بس هو بيبدا الاول بالدرسم بتاع الفوت. هو بيبدا حاجه بتيكو ايتيموزس وبيجمنتيشن يلو شويه، يلو تو براون بيجمنتيشن، وليه اسم مميز. بيبدا على الدرسم اوف ذا فود وبيبتدي بروجريس بروجريس للليج ويفضل يزيد يزيد، وغالبا ما بيعديش الني جوينت. بيبقى بايلاترال وسيمتريك، يعني حاجه سيستميك. صح؟ تيجي العيان او العيانه يقول لك يا دكتور انا مش حاسس بيها خالص، هو كل اللي فيها ديسفيجر، شكله بس وحش شويه، ويروح يلف على الدكاتره ويقعدوا بقى يديله مش عارف ايه علاج، وفي الاخر ما يتحسنش. ويجي اول ما اقول له والنبي يا حاج دي حاجه اسمها كذا وملهاش علاج، يزعل مني ما يتحرق. بس انت وصلتيه ان قلتي له المعلومه الصح. بص يا بابا بطل لف على الدكاتره، وريهم بقى تشامبر بقى. مش انت معاك تشامبر؟ بوريهم تشامبر. بطل لف على الدكاتره لانك كده كده دي حاجه هتخف لوحدها من عند ربنا كده، سواء بعلاج او من غيره. انا بقول لهم كده. يبقى التشامبر اللي بيسموها البروجريسيف بيجمنتد بيربريك درماتوزيس وممكن تخف لوحدها. يعني احنا شكرا بندي 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 بس ما بتحسنش. نعم؟ تخف لوحدها فعلا ولا انا اللي لا هي ما بتخفش. بيجمنتد بيربريك درماتوزيس ده عباره عن كابيلاريتس في انون اوريجن، ممكن الانون اوريجن ده ممكن يخف لوحده. ممكن. طيب بتاعت مين دي؟ عشان انا عايز اقول بس. فاهم كده؟ طيب يلا من الشاطر بقى اللي هيقول لي الكلينيك اللون بتاعها ده عباره عن بتيكي وتموز. يقول لك ايه ده لونها مميز جدا. والكلمه اللي هقولها لكم دي في ناس بتزعل منها قوي في الشفوي لو سمعتها، كلمه سيان بيبر دي. سيان بيبر، بيبر يعني فلفل مش بيبر. بيبر
بيبر وليست بيبر، بيبر. وسيان دي هي مش سيان، اسمها كاين بيبر. اسمها ايه؟ كاين بيبر هو الفلفل الاحمر. يعني هو بتعمل من الصيان ولا عشان ما قلناش كاين ولا المفروض ما قلناش خالص؟ بيقول لك كاين بيبر مش بيبر. في بعض الاساتذه انت ونصيبك بقى بيحبوا كلمه صيان. ما انا عارف، ما هو بصي انت ونصيبك. ولا فين في صيان او كاين بيبر؟ خلاص يا رب. صيان او كاين بيبر ده لون البيجمنتيشن اللي بتطلع. الكاين بيبر ده بيرينج كده من يلو لتو راستي بيجمنتيشن. راستي تحس ان هي راستي يعني مصديه. شفت لون الصدى؟ براون شويه كده، مصفر براونش كده. بس ادي الشامبر. شفت والله سهل جدا. الايج تيجي في الميدل ايج، وللاسف الميل والفيميل على حد سواء. انا كنت بحب الفيميل اكتر تيجي ليها يعني، واكتر في اللور لمب، واصلا بيجي في اللور لمب. مين اللي يقدر يقول لي الهيست باثولوجي بتاعه؟ يلا يا هبه. كابيلاريتس جزء خالص. لو حبيت تقولي بقى في ثيكنينج في الول واكسترا بوزيشن في الار بي سيز وهي مسدرنج بوزيشن، يبقى كتر الف خيرك. بس كده. طب ليه انا بدات بيه؟ قال لك ده لانه الموست كومن فاريانت من البيجمنتد بيربريك درماتوزيس. مش انا قلت حاجات كتير؟ يمثل كام في المية؟ 50%. 50%. اعالجه ازاي يا رنا؟ ليج اليفيشن، نفس الكلام الاستيك ستوك، حاجات بتزود الفاسكولاريتي زي البنتوكسافيلين، حاجات توبيكال استرويد، انتي هيستامين فور. بس هو ملوش سبب، بس هو مش زي ال الهينوكشن لاين بيربر هديله انتي بيوتيك. بنتوكسافيلين اللي هو التمثال. طيب ندخل بقى على تاني نوع. تاني نوع سهل خالص، حاجه اسمها البربرا انيولاريس تيلانجيك تويدز. اسمه ايه؟ بربرا انيولاريس تيلانجيك تويدز. ودي حاله كانت الدكتور احمد نفر كان حاططها، بربرا انيولاريس تيلانجيك تويدز. يلا ليه سموها بربرا؟ لانها بربرا معاها بتيكوكوموزس. طب ليه انيولاريز؟ تيلانجيكتويتس عشان معناها تيلانجيكتس بس، ما فيهاش كلمه زياده. كل اللي فيها ان انا في الهيستوباثولوجي هقول لك عباره عن كمان في فازو دايلاتيشن في الدرمال بلاد فيسلز عشان التيلانجيكتس. صعبه بس. بيربور انيولاريز تيلانجيكتويتس عباره عن انيولار ليجن، وبتبقى اكتر في الترنك. ولما باخد منها طبعا انولار ريجن او انولار اريثيما وستاد باي بيتيكي واكيموزس. ماشي؟ طيب ما فيهاش كلمه. تمام؟ اهم حاجه انها تيجي اكتر فين؟ ترانك او في اللور اكستريمتس وخلاص. ترانك واللور اكستريمتس ومعاها تيلانجكتيزيا، حاجه اسمها البانكت تيلانجكتيزيا. اهي دي الصوره بتاعتها اهي. انولار ريجن اهي. انولار اريثيما زي كانها. ما دي يا فندم دي عايزه يكون معاك ميكروسكوب بقى. اصل التيلانجكتيزيا بتاعتها بتبقى تحسس. خلاص تيجي تدوس عليها نوت بلانشنج اون بريشر بتهرشك. لا ما بتهرشكيش. يبقى دي عندك دي حاجه اسمها ايه؟ انولار او بيربورا انولاريس تيلانجكتوريس. طيب بل الثالث حاجه اسمها بيجمنتد بيربريك درماتيتس اوف جبرو اند بلم. بيجمنتد بيربريك درماتيتس اوف جبرو. جبرو ده هو اسم العالم. اند بلم.
ايه بالاسم كده؟ بيجمنتد بربريك ديرماتوزيس او بيجمنتد بربريك، دي في كلمه لايكينويد معلش. ديرماتيتس اوف جبرو اند بلاك. كلمه لايكينويد يعني يشبه اللايكن صح؟ اما كلينيكالي او هيستولوجي. يعني ايه؟ بص يا هبه، كلمه لايكينويد مش شرط ان هي تكون شبه الكلينيكال بيكشر بتاعت اللايكن، ممكن تكون شبهها كلينيكال او شبهها هيستوباثولوجي. ايه هو الهيستوباثولوجي بتاع اللايكن المميز قوي؟ اللي هو الهيدروبيك ديجنريشن في البيزل سيليه وباند لايك انفلاماتوري انفلتريت ويدج شيبد هايبر جرانيولوزيس. دي حاجه كاركترستيك لمين؟ لللايكن. او يجي لي في صوره لايكينويد بابيولز، يعني بابيول كبيره كده ولونها فايليشيس وبولشد. قال لك جوجرو اند بلم لقوا نوع من انواع البربريك بيجمنت درماتوزيس بيجي في صوره لايكينويد بابيولز. اجي ادوس عليها نوت بلانجنج اون بريشر، خدت لها هيستوباثولوجي لقيتها عباره عن كابيلاريتس. خلاص كابيلاريتس. ثم هل هي هنا متوقع انها تيجي هنا بابيول؟ اه مش بربر، مش البربر ممكن تيجي بابيول؟ بلبب البربر مش ممكن تيجي هنا بربر؟ بس يبقى البيجمنتد بربريك لايكينويد درماتوزيس اوف جبرو اند بلمب ما هي الا هي نفس الكلام، ولكنها ممكن تيجي في صوره لايكينويد بابيولز. شكرا شكرا ماشي. طيب في الهيستوباثولوجي هلاقي معاها كمان ها ليمفوسيتك انفلامات باند لايك ليمفوسيتك انفلاماتوري انفلت. بس كده اخر واحده بقى اخر حاجه اسمها لايكن اوريس. احنا كده خدنا كم واحد؟ اربعه. خدنا تشامبر ديزيز، بيربر انيولار سيلنجكتيت. بيربر انيولار سيلنجكتيت مكتوبه جنبها هو الماجوك ديزيز ولا لا؟ صح. مين اللي فاكر خدنا حاجه اسمها الماجوكس قبل كده؟ جرانيلوما كانت موجوده فين؟ في الفنجل، هو عباره عن الدرماتوفايت لما بتيجي تعمل الجرانيلوما. كويس. يبقى انا خدت معلش عشان بس تجمعوا معايا تشامبر ديزيز اللي هو اللي اسمه الاسم الثاني بتاعه حاجه اسمها البروجريسيف بيجمنتد بربريك درماتوزيس. رقم 2 حاجه اسمها البربورا انيولاريس لانجيتويد او الاسم الثاني بتاعه اللي هو الماجوكس ديزيز اوف ماجوكي. رقم 3 بيجمنتد بربريك لايكينويد درماتوزيس اوف جبرو اند بلم. رقم 4 لايكين اوريس. ما معنى كلمه اوريس؟ اوريس يعني اوريس يعني ايه؟ طب ممكن نكتبها عشان اعرف شكلها ايه؟ اوريس. اوريس عشان تعمل يلوش او جولدن يلو كولوني، يبقى اوريس يعني اصفر. يبقى لايكن اوريس ده هيجي لي بباتش صفرا، وغالبا بتبقى سوليتري سنجل سوليتري باتش، وبتبقى يلوش ان كلر، وبتبقى ستادد باتو بمين؟ ببيتيكي ويكيموزس، ببيتيكي او بيربر. كويس. طب ليه سموها لايكن بالرغم ان هي باتش؟ ده باتش عشان يبقى في الهيستوسولوجي بتاعها فيها ليمفوسيتك باند لايك ليمفوسيتك انفلتر، بتبقى اسيمتوماتيك، تبقى اكتر في تشينو زيتي بتاعتها. لايكن اوريس يبقى سيمتوماتيك يلوش بيج ستادد باي شويه بيتيكي شويه موزس خفيفه. تمام. ده ممكن تلاقيها شويه بيربرات، والهيستوباثولوجي بتاعها هو هو كابيلاريتس معاها كمان مين؟ ها ليمفوسيتك باند لايك ليمفوسيتك انفلتريت. طيب التريتمنت بتاعها كله زي بعضه. في بقى اللينير تايب والاكزيماتيد لايف تايب ومش عارف والجرانيلوماتاس تايب والحاجات دي للشطار بس يعني. بس يعني طيب انا كده خلصت البروجريس ده سؤال امتحان. يبقى انا كاوند اون بروجريسيف بيجمنتد او بيجمنتد بروجريس او بيجمنتد بربريك درماتوزيس. والله سؤال بيجي على طول. تشامبرج ديزيز، بيربرا انيولاريس تلانجيكتويدز، ها بيجمنتد بربريك لايكينويد درماتوزيس اوف جبرو اند بلوم لايكن اوريس. صعبه كده؟ لو عايزه بقى تقولي الاكزيماتيد طيب يعني بيخرش صح،
وطالما اكزيماتيد لايك بيجي باكزيما لايك يبقى اكيد في الهيستولوجي بتاعه فيه ايه؟ باراكيراتوزيس وسفونجيوزيس. صعبه لينير تايب، وفي حاجه اسمها الجرانولوماتوس تايب، ده للشطار بس.